مرحبتين مشاهدي قناة سلام، حلقة جديدة وأطباق جديدة متنوعة أفيدة لكل ربة بيت تحب تنوع وتشكل لكل أفراد عائلتها وضيوفها وأصدقائها. أطباقنا متنوعة في شهر الخير مع شيفاتنا، شيفات ليبيا شيف منيرة وشيف زينب. مرحبتين شيف منيرة. مرحبتين. مرحبتين شيف زينب. مرحبتين. مرحبتين مجهزين اليوم شيف منيرة. اليوم جاهزة شربة رمضانية إن شاء الله. طبعا معروف في رمضان الشربة لازم تكون حاضرة 30 ليلة. رمضان كريم على المشاهدين. والطبق الثاني حيكون طبق معجنات، المعجنات أيضا من الأطباق ألفة ضرورية واللي لازم تكون موجودة خلال شهر رمضان. صح. فطبق اليوم فيه فكرة هيك إن شاء الله تكون اقتصادية وتناسب ست البيت اللي تحب تدير فكرة جميلة ومتنوعة وحلوة من غير تعب. أهم حاجة طعمها حلوة ومن غير تعب. هذا أطباقي باختصار. أكيد. وديما بدل البيتزا نشكل معجنات أخرى، لأن حاجة المعجنات لازم تكون موجودة على سفرتنا دوما. طبعا. فحنراجع معك كيف حتكون المقادير وطريقة التحضير بالتفصيل. شيف منيرة، شيف زينب، شو مجهزتينا اليوم؟ اليوم حنكمل سفرتنا الحلوة بالحلو. حندير سمودي فراولة، حيكون فصة إضافات حلوة وإضافات بتنكهة في نفس الوقت، هو منعش وزي ما نعرفوا يعني احنا تو خاش الصيف. صح. مع النو هيك حيكون جدا منعش، حاجة مغذية ومنعشة بالضبط. وطبعا بالإضافة أننا حنستخدم فيه العسل، مش حنستخدم فيه سكر بكل. عسل العالم النحل بالضبط، حنستخدم فيه عسل العالم النحل. وعندي تشيز كيك اللوتس. كويس. تشيز كيك اللوتس حنديروها بالنكهة البهارات متاعنا اللي هم بالقرفة والحبهان والقرنفل وجوز الطيب. حنستخدم فيها، حتى هي مش حنستخدم لها السكر في الكريمة متاعها، حنستخدم لها العسل، عسل العالم النحل. كويس. بالضبط، مش حتى تكون صحية بالضبط. يعني الحلويات من يديك شيف زينب وأكيد الأطباق الرئيسية من يدين شيف منيرة. شن حتبدينا شيف منيرة في البداية؟ أولاً حنحط الشربة على النار، مش هتاخد وقت هلبة. أحكيلك على الخطوات زي أي ست بيت. والمقادير بالتفصيل. خطواتي حنحط الشربة. أيوة. بعدين نعجن ونطيب الحشوة. المقادير شربة اليوم بسيطة وسهلة. عندي حبة بروكلي متوسطة، زوز ملاعق من الكاجو منقعتهم في مية سخونة ومصفيتهم، عندي حبة بطاطا متوسطة، 3 دروس ثومة، زوز أو 3 حسب الرغبة، عندي فلفل مجروش وزعتر وملح وفلفل أسود وفلفل حار حسب الرغبة، وعندي طبعا المعدنوس وحنكهها، حنرحيها مع بعضها وحتعطيني في الأخير قوام كريمي. وحنضيف لها جبنة الجيد. أما بالنسبة لمقادير المعجنات، ركز معي ألفة، حتى انت ركزي معي واحدة لا مركزة معك، أنا من الشربة للمعجنات. المعجنات هنحتاج فيها لزوز كوب دقيق، هنحتاج فيها البيضة، نص كوب من الحليب الدافي، 3 ملاعق صغيرات من الزبدة، هنحتاج لملعقة صغيرة من السكر، ونص ملعقة ملح، وملعقة صغيرة من بيكنج باودر. المقادير مش حلبة، وحاجات اقتصادية وموجودة تقريبا في كل حوش. في كل حاجة يتبقى عندها شوية دجاج هون من قبل، هي من قبل بيوم ولا مدسوس عندها في الفريز ولا شيء، تقدر تستخدم طريقتك شيف منيرة. معجنة سهلة وبسيطة والمقادير موجودة عندنا. زي ما شفتي الدجاج في فرضاً إن إحنا كان فطورنا دجاج الليلة اللي قبلها. صح. فأكيد لو يفضل منا شوية أنا مش حنضيعه، حنستخدمه وحنضيف له تتبيلات تانية. هنا هو الدجاج طيب فتلته بالشكل هذا. حنستخدم بصل صغير متوسط مقطع مربعات، بصل أخضر، الجزء الأخضر بالذات، وصف الناري حندخل له أيضا الخضرة، وحنستخدم هريسة، حنعطيه إضافة تانية حلوة جدا لهريسة، حيبدأ ناشط شوية يعني مش حار، هذا اللي يحبوه أغلب الناس، لكن فيه نكهة محببة. ايه؟ وحنزين أكيد بحسب الرغبة بجدان، كمون أسعد، زعتر، ندلعتهم في الزينة، وندهن أيضا ببيضة مخلوطة بملعقة خل، ندلعتهم ومدلع المنظر. والمعجنات زي ما نعرفوا أنها خفيفة ومحببة عند الكل وتشبع بسرعة. أكيد. هذه مقادير أطباق اليوم. شن حسب شيف منيرة بالشربة؟ حنبدأ بالشربة ولا نبدأ بالمعجنة؟ حنبدأ بالشربة هي الأول. الشربة خطواتها سهلة مش صعبة يعني تقريبا. حنستخدم فيها زيت الجيد. الكمية بسيطة شيف منيرة، ما الكمية تقريبا ثلاثة ملاعق صغيرات. من 2 ل 3 ملاعق صغيرات. لو لاحظتي الكمية اليوم صغيرة ومقاديري زي ما تشوفي فيها
هذا يرجع لست البيت والعدد العائلة ربي يحفظهم. فأني اليوم بدايرة أحساب 4 فنجيل شربة فقط، وأيضا حتى في المعجنات حاسبة 4 أشخاص فقط. طبعا المصورين كلهم يشبحوا لي والفريق يشبح لي 4 أشخاص من حتسد الخير والبركة إن شاء الله. هذه البركة اللي في لمة رمضان اللي نحكي عليها شوية يا أنفة، حتى شوية تزكى وربك يبارك فيها صح. ويشبع الكل. هنحط لاحظي إن ما فيش بصل، هنحط التومة أول ما تطلع ريحة التومة ونحطها هيك سنون شف نحط، لأن بعدين هتحولها هنطحنها وحتبدأ سموتي يعني كريمية للشربة. يعني تبي نكهة الثوم شوية بس نكهة التومة طبعا. تطلع لي في الزيت زيت الجيد هتطلع النكهة مع الزيت، وبعدين هنضيف البطاطا كويس. يعني من بداية المقادير هنحط الثومة مع الزيت، نضيف توم البطاطا مكعبات صغيرة ضروري تكون مقطعة شيف منيرة، يعني من تكونش كبيرة عادي. إذا كان بالك واسعة وخاطرك واحدة واحدة خليها هيك صغيرة. أيوة. تمام. إذا كانت قصية حتى 4 لنا في الأخير كلها نرحيها مع بعض، يعني قصتها هيك مربعة سهل الرحية مش تسهل عملية الطبخ، ما تقعديش فترة طويلة بس ما تعطيش في الطبخ. لأن البروكلي معروف إنه يطيب بسرعة بسرعة فحتاخد مني تقريبا 20 دقيقة أو 25 دقيقة. يا سلام، يعني مروحة من الشغل مستعجلة على طول تطيب شربتها وتجهز كل الشربة حتجهز على طول. الزيت والثوم يتغير خليهم ياخذ لون يعني شويه بس ياخذ لون شويه بس وبعدين نضيف البطاطا. البطاطا بس ما شاء الله وجبتها شيف منيره اليوم كلها سريعه وسهله وبسيطه صح وسهله. شهر رمضان الكريم زي ما تعرف يا ألفة شهر لازم نقسمه بين العباده بين المطبخ بين وجبات اللي في البيت، فنحاولوا نطلع بنتيجه مرضيه وما نرهقوش انفسنا اكثر من اللازم. صح، من دون تعب تجي صايمه وتروح مسكينه مره تعبانه من العمل، فحاجه سهله سريعه بسيطه أكيد. موجوده يعني مش مكلفه، موجود كل شيء عندك في الفرن تقريبا. حنضيف البروكلي على طول وحنضيف وهذا كله في الزيت حطيناه لحد الان، لاحظتك ما ضفتيش الميه شايف منيره مازال ما ضفتش ميه. حنضيف مقادير التوابل، الشربه هذه سهله وطعمها غني جدا. مرات تشوفي زي ما نقول بسط المكونات ما تغريكش ابدا، الطعم حيطلع غني جدا. حنحط شويه زعتر شويه فلفل مجروش شويه مدخن شايف منيره ولا مرحي بس حسب الرغبه. اذا كان عندك مدخن هتطلع اكيد طعمه جميله يعني. شويه ملح شويه ملح شويه فلفل اسود اذا كنت تحبيها ناشطه شويه، انا حندير لها بابريكا بس شويه بابريكا وحنضيف مقدار مناسب من الميه. مش هالبيانيه دوبك اللي طيب لي الخضره ايوه، لان مش حنخليها فترة طويلة عنا البروكلي والبطاطا بسرعة ما يطيبوا، فحنضيف مقدار مناسب بس. وفي الإضافات الأخيرة هذه حنخليها الإضافات في الأخير آخر مرحلة. الكاجو حنحطه قبل 5 دقايق قبل ما نطفي، هو بنقع في مية سخونة بسرعة وضروري منها تنقيع في المية السخونة قبل باش يسهل عملية الطبخ، ولا مش شرط يعني عادي نحط في الطنجرة يقعد يطيب معها عادي؟ الأفضل إنك تنقعيها 10 دقايق لأن نبيها قوامها ناعم جدا من غير يعني أي قرميشة أو حاجة، هذه حلاوتها الشربة هذه. هنخلي الشربة بتاع الشيف منيرة قاعدة تطيب على النار مع التوابل الحلوة والخضروات المتنوعة زي ما شفنا، ونشوفوا شيف زينب مرحبتين مرة أخرى. مرحبتين بيك ألفة. شو الخطوات اللي حتبدي فيها شيف زينب؟ الخطوات اللي حنبدأ فيها حنبدأ بالتشيز كيك اللوتس. مقادير التفاصيل لأن كده تو يسجلوا معانا. بالضبط. حنبدأ بالتشيز كيك اللوتس الأولى، حنستخدم عندي 180 ديجستيف مطحون. الأحسن إن نستخدم اللوتس لكن أنا ما حصلتهاش فاستبدلتها بالديجستيف حتى يعطيك نكهة حلوة لما تخلطيهم الزوز مع بعضهم، حتى هي نفس الشيء. لو مش موجودين الزوز شيف زينب يعني عادي بسكوت الشاهي العادي ولا أي مش مشكلة بالضبط يعني ما تقيدوش نفسنا. فهمتك. أيوة عندي زبدة زبدة اللي 180 جرام حنستخدم 70 جرام زبدة منها تو مش كل الكمية بالضبط حنستخدم لها 70 جرام زبدة. عندي هنا الخلطة، الخلطة اللي قلنا عليها حنستخدموها في طبقة الكوكيز. عندي اللي هي قرفة وحبهان وقرنفل وجوزة الطيب.
النكهات بالضبط. وما تتعارضش يعني النكهات هذه كلها شيف زينب مع بعضها، يعني تعطيني بعدين نكهه حلوه ولا تتعارض ممكن مع بعضها؟ حيعطيني نكهه جدا مميزه جدا حلوه قويه. في ناس تخاف منها صح، تقول لك قريب نحط الحبه هان وقرفه، لكن هي حتعطي طعم جديد يعني حاجه بالضبط. جديده بالضبط. يستخدموا فيها هي دول الخليج بصفه عامه الحاجات هذه، صح، الخلطات بتاع التوابل هذه حتعطي نكهه قويه وفي نفس الوقت حلوه، لكن مش يعني اصلا احنا مش حنكتروا منهم، مجرد لمسه بسيطه بس من النكهه هذه الحلوه والغريبه، صح، دي حاجه جديده. حنستخدم قشطه، كويس، عندي قشطه نص علبه. حنستخدم زبده اللوتس، مش حيكون كميه كبيره، حتكون كشيك مش ما تغير ليش لونها، وحنستخدموها في التزيين. الطبقه الفوقي حتكون كويس. زبده اللوتس مدوبه. عندي جبنه، اي نوع جبنه كريميه عندكم؟ عندي 400 جرام مثلا، عندهم جبنه كريميه حتى هي حلوه، نقدر نستخدموها حتى هي في تشيز كيك. بالضبط. عندي الكريم فريش، كويس. الكريم فريش على حسب، يعني على حسب انت قوت عندك، من ربع لتر لنص لتر تقدري تستخدميها في الكميه هذه، على حسب انت كيف تبي طبقه نتاعك، زي ما نقولوا رفيعه ولا بالضبط تكون يعني مرتفعه كبيره هيك، بالضبط على السمك نتاعها وعلى قوه الجبنه. يعني انت كل ما نقصتي من الكريم فريش حتعطيك اللدعه نتاع الساور ورهيام تاع الجبنه اكثر. بالضبط. حنبدا بالخطوات معك شيف زينب، شنو هي اول خطوه تنحط؟ اول خطوه حنديرها حنبدا بالعجانه. اول حاجه نحط القشطه، او بالضبط نحط المقادير بالملي يعني كل حاجه فوق بعضها، ولا عادي نحطهم فوق بعضهم؟ ما فيش اشكال. هي الاحسن ان طبعا بالاضافه ما نقيدش يعني عادي، ان احنا حنستخدم بدل السكر حنستخدم في الكريمه العسل عالم النحل. اول حاجه انا مثلا لو انك انت ما تبيش تبدلي العسل، حتحطي اول حاجه الجبنه. كويس. الجبنه لازم تكون بدرجه حراره الغرفه، مش مطلعينها يعني من الثلاجه، خليها قبل بوقت. الجبنه لازم تكون بدرجه حراره الغرفه. تمام. تنحط يعني عادي المقادير، مش شرط نحط حاجه قبل حاجه ولا شيء، ما عادي يعني. هي لو كنت بتستخدمي سكر الاحسن انك تحطي جبنه مع السكر لين يدوب. فهمتك. لكن لو احنا بنستخدم، بما ان احنا بنستخدم عسل، حنحط المكونات مع بعضها. ما بالضبط مش حيحتاج، وبالذات ان مكوناتي كلها بدرجه حراره الغرفه. بالطريقه هذه مش حتتعب يعني، تتخطى في الخلط وانها تمتزج مع بعضها. بالضبط، ان هي مزيجها كلها كريمي حيكون. فهمتك. التعب يعني لما تكون ممكن بطلعة من الثلاجة ولا حاجة، يعني مش في درجة حرارة المطبخ، ولا عادي بس تعبنا شوية؟ حدير لك كرات يعني داخل، مش المزيج يعني مش حيصير، مش حتكون ناعمة يعني. بالضبط، مش حيكون قوام كريمي ناعم زي ما احنا نبوها. بالضبط. بعد اذنك ألفة نبي العسل. حاضر. طبعا عسل عالم النحل اللي هو طبيعي يعني فيها فوائد. بالضبط. اصلا استخدمتها بدلتها بالسكر بحيث انه هو حيكون انه طبيعي. كويس. 100% حيعطيها نكهه جدا حلوه، يعني العسل مع الخلطه هذه نتاع القرفه تمام. طبعا العسل حسب الكميه، اذا كنتي تبيها يعني السكر حسب انت. انا حنحط زوز كواشيك كبار. يعني تحط التحية زي ما انت تحبي، هلبة شوية، مش يعني مش مقيدة يعني بكمية العسل. بالضبط. هنحركها بس شوية وتكون صحية أكثر، بالعسل أحسن من السكر يعني. بالضبط. يعني تقدري مثلا تستبدلي اللوتس، بما أن احنا مديرين عسل غير احنا ضفنا توا نكهة اللوتس، تقدري تستبدليها بنفس الطريقة هذه، بحيث انك بدل اللوتس تستخدمي يعني حاجات تانية، مثلا نكهة بندق، فانيليا، حتعطيها طعم في نفس الوقت انك يعني انت ما حطيتيش حاجات فيها سكر مع العسل. نغير. حتكون صحيه. فهمتك. وتستخدمي مثلا مربى من فوق، تديريها بالمربى او تديريها بالمربى او تديريها طبعا المربى حيكون مربى صحي. هنخليك شيف زينب بتخلطي المكونات، وحنمشوا بعد شويه للشيف منيره ونشوف شو صاير في العجينه. حنطيب اول شيء الحشوه، وعندنا تقريبا سهلة بسرعة ما تجهز، يعني ما تاخدش وقت. دور الدجاج او الدجاج اللي يفضل فتته. أيوة. هو اكيد في نكهات من دجاج مسبق. صح. في الليلة مثلا اللي قبلها، فما نستغناش عليه، ومعاه سفناري، بصل اخضر، وبصل صيفي. هذه مكوناتها، وهادو التوابل متاعنا. هذا طبعا يخص الشربة،
راح نخليه على جنب. اول حاجه واهم حاجه انا حنستخدمها اللي هي زيت الجيد اللي حتستخرج لي وتطلع لي كل النكهات اللي نبيها مع باقي الاضافات اللي بنضيفها. نضيف تقريبا الدجاج طيب يعني مش هياخد منا وقت حنضيف اول حاجه زيت الجيد طبعا اختصارا للوقت انا حمست وقليت البصل حنستناها 10 دقائق تقريبا فحمسته وقليته حنخليه هو الاول لونه واضح ذهبي وشكله جميل شايف منيره يعني ما ياخذش حتى وقت لما تكوني مجهزيه حتى قبل بيوم زي ما عندنا الدجاج قبل بيوم يعني جاهز نستخدمه في اي حاجه اخرى لان هذه حاجه اقتصاديه وفكره ممتازه منك شايف منيره ان نستفيد من الحاجه ما نلوحوهاش ونضيف لها نكهات ثانيه تستغربي النكهه والاختلاف فيها بين امس وبين او الوجبه اللي فاتت وبين اليوم حنضيف اول حاجه الزيت زيت الجيد والبصل وحنضيف عليه على طول بس في النار لانه هو ياخذ وقت ممكن اكثر في يعطل شويه صح اكيد حيعطل شويه في التطيب اكثر من كوسه او اكثر من اي خضره ثانيه فحنقليه بالراحه مع البصل في 3 ملاعق زيت وفي النار حيعطيني لون زاهي من غير توابل يعني تو احنا ما حطيناش ولا حاجه التوابل احنا حطوها في المرحله الثانيه اللي هي عندي البصل الاخضر ايضا حنحطه معاه البصل الاخضر وصف الناري وصف الناري والبصل الابيض يدبلوا مع بعضهم كويس نضيف باقي الاضافات الثانيه ونضيف الدجاج وحنضيف الاضافه السحريه اللي حتعطي النعومه والمزيج نتاع الحشو حيكون ناعم جدا يعني مع كل لقمه هنيه حتعجبك الطعم وحتقولوا شنو هو اللي فيه انا اكيد لما نوصل للمرحله هذه حنقول لكم اكيد الاسرار ديما معك شيف منيره وشيف زينب حتى هي بعد شويه حنشوفوا شن صايف الكريمه والتجهيزات الاخرى مش توا بس بعد شويه مرحبتين بكل مشاهدي سلام ورجعنا مع الشيف زينب بعد ما حضرت الكريم وشفنا مع بعضنا التحضير وكيف كان ناعم وشكله حلو طيب شنو الخطوة الثانية شيف زينب؟ الخطوة الثانية جهزت اللي هو زي ما قلت اخذت الدايجستيف جهزتها حطيت له الزبدة متاعها طبعا الزبدة لازم تكون سايحة الميكرويف على النار تكون سخونة ولا تكون عادي دافية بالضبط خلطتها معها هي يعني مش مشكلة هو مش حيتضرر حتى لو كانت سخونة أهم شيء ما تكونش إن هي مسقعة عندي خلطتها معها وخلطت التوابل معها التوابل ربع كشيك صغير فقط مجرد أعطاها البنة لأن هم ومخلطين مع بعضهم وأربعة أنواع من التوابل القوية فبنحطه على رأس الكشيك أو رشة حاجة خفيفة بكل مش طعمين بعدين شو هم التوابل بش يقعدوا متابعين الحلقة للأخير وعندنا تول خليط الكريمة متاعنا تمام المهم يعني السمك متاعها مش مهم زي ما انت تحبين تتحكمي فيه بالضبط الارتفاع والسمك زي ما تبدي عندك السمك على حسب يعني حتى الجبنة يعني عندي انا مش ضيفي اهم حاجة كميتك تكون يعني مش شوية عندك من 400 جرام وتقدري تضيفي لها اكتر على حسب السمك اللي انت وحجم الطاجين شوف زين صح بالضبط حسب يعني طبعا حجم الطاجين بتاعك يتحكم جدا في بعد انك ألفة تمام شوف زينب لو ما فيش طاجين مثلا هذا ما نقدرش نستخدموش هو الطاجين الثاني اللي نقدر نستخدمه يعني بديل للطاجين تشيز كيك هي تشيز كيك ان هي مشكلتها ما تقدريش يعني تقلبيها زي بعدين من الطاجين زي باقي الكيكات يعني ما تقدريش تقلبيها فاما انك بتستخدمي عندك طاجين تشيز كيك او عندك بتستخدمي الطاجين العادي ممكن مع ورق الزبدة ممكن ها ممكن بالضبط تطلعيها منها هيك عندك السيركل هذه او اللي تبدا نسيت اسمها انا اللي تبدا ايه بالضبط تحطيها على حاجه قاعده تحطيها على القاعده وتديريها حتى هي كويسه ممتازه بالضبط الاحسن انا نفضل ان في التشيز كيك والحاجات هي انك في يعني زي القاعده تدهني طاجينك بالزبده وبعدين تلصقي عليه ورقه زبده بحيث انك انت لما تطلعيه حيبدا مساوي
شوف زي ما بتوح ندخلها تقريبا للفريز او الثلاجه. بالضبط عندك لو الفريز عندنا من طبعا تسويها كويس بكشيك، لو ضيقات تكتبي الكشيك تديريه في ميه سخونه كويس. تسويها حتعطيك قوام جدا يعني. حلو بالضبط ايه؟ حتسهل عليك انك انت تعطيه الاستواء الكامل، السطح يكون مسطح 100% شكلها حلو، السطح حيكون مسطح. تحطيها في الفريز لو انك انت بتاكليها في نفس اليوم ساعتين ساعتين كويس. لو بتحط لو مثلا ثاني يوم عندك عزومه عندك حاجة جدا تستر كميتها كويسة لذيذة والقوام تاعها كريمي وحلو. تقدر تحطيها في الثلاجة تغميها كويس بش بالضبط بالنايلو بش ما زي ما نقول يعني عادة الثلاجة يكون فيها رطوبة قصدك وصح ورطوبة والنكهات بالضبط والنكهات صح. بش تحتفظ بالنكهة متاعها ونحافظوا عليها. وحبيت حنحطوا لها بعد ما تجف طبعا لازم زي ما نقولوا احنا توصل لدرجة حرارة معينة بش تجمد. لما تجمد الخليط بتاعنا الكريمي يجمد ويولي جامد بنضيفوا لها اللي هي زبدة اللوتس الدايبة حتى هي حنضيفوها في ميكروويف مستوى حنديروها بالضبط تمام. حمامائي او ميكروويف يعني حندفيها على حمامائي او بالضبط. في الميكروويف حنخليك شايف زينب تكمل تساوي تشيز كيك اللي واضح شكلها حلو. شايف منيرة وين واصلة في طبقنا اليوم اللي هي هذا المحشي اللي حنحطه الحشوة اللي في داخل العجينة اللي حتجهزيها لنا بعد شوية وحنشوفوا تجهيزاتها. ما فيش حاجة إضافة، ما فيش إضافة جديدة، ما فيش ولا سر حطيتيه من ورانا، ما فيش ولا سر حطيتها من وراك ولا من ورا السادة المشاهدين. خليت السفناري المبشور ناعم مع البصل يتبل ويتنكه ويمتص زيت الجيد اللي استخدمته فيه كل الخواص اللي فيه. هو حنضيف الدجاج بما انه طيب مش هياخد وقت، مش هياخد وقت ابدا. حنضيف الدجاج وحنزيد النكهه بتوابل ثانيه طبعا الخضره ما عنديش فيها نكهه صح، ما فيهاش اي طعم. حنضيف شويه ملح وشويه فلفل اسود اللي يفضل يحب اللون يضيف بابريكا. وحنضيف ايضا ملعقه هريسه. هذه اختياري شيف ولا اختياري؟ هذه طبعا اختياري حسب الذوق، تقدري تضيفيها وتقدري تلغيها. اما الاضافه اللي حتخلي الحشو ناعم ومتماسك يعني مش حنستحق نضيف دحي زي العاده في حشواتنا، هذه بتتماسك يعني. لي خلال وسط العجينة حنستخدم إضافة حطاتي طعم وحطاتي تماسك مناسب جدا للحشوة. لو شفتي هيك الحشوة شكلها، لكن بمجرد ما تمديلي قطعتين من كريم ميلك اند تشيز من عفوا جبنة الكريمي ولا المثلثات شف اعطيني اللي فيها نسبة كريمي. من الكريمة المربعات ميلك اند كريم وهي قوام راح يساعد من جبنة الجيد. أول ما نحطها على النار حتشوفي النتيجة وحتلاحظي الفرق بين الحشو لما هو هكي ومن غير إضافة. حتعطيها قوام كريمي في نفس الوقت ما هي تساعد الدجاج ما يجفش بالضبط ويتماسك، يتماسك ويعطي طراوة. أعطيني قطعة ثانية جبنة أكتر طعم أحلى أكتر. هي من واضح من ريحتها وقوامها الواحد بيحطها كلها شايف منيرة. فحتلاحظي هنا حنحرك الحشو شوفي كيف بالحرارة المكونات، والحرارة تكون عالية ولا تكون هادية ولا نوطي عليها الحرارة بحرارة المكونات تمام. بسرعة حتتخلط الجبنة مع الدجاج ومش حتتطلب مني مجهود أبدا ولا أي إضاعة وقت في اني انين حط الدحي بنحط ثاني باش خل مثلا شفنا كلها لمتها هي المكونات او حاجه ثانيه باش تنحيلي مثلا زفره الدحي او خبزه باش يتماسك. فقط زوز مربعات للمقدار هذا من الجبنه وحتتماسك بالشكل المطلوب. هذه ببساطه الحشو اللي عندي اليوم. حنطفي عليه النار هيك اصبح جاهز، اسرع من هيك واحلى من هيك. هنخليه يعني نخليه شويه ولا نستعمله طول سخون؟ حنخليه يبرد اكيد اكيد خليه يبرد شويه وبعدين حنستخدمه في الحشو. انا بديت به هو الاول على خاطر يبرد لنا فتره من الوقت يبرد ونجهز العجينه وتخمر لي على راحتها. طبعا ألفة عندنا الشربه، الشربه اللي ريحتها بتتسوح وشكلها حلو، حيطلع لونها اخضر مايل شويه ابيض لاني حنضيف لها اخضر زاهي يعني حنضيف لها مثلثات من الكريمه. البروكلي والبطاطا جاهزات، حنضيف
الكاجو اللي قلتيه قبل انت شف منيره اللي نقعت عشان يتغلى في ميه بس يعني مش ميه وملح في ميه فقط لان الملح اضفته للشربه وحنضيف معدنوس مفروم ناعم مفروم ناعم حنخليه يتنكع وحنخليه شويه للزينه حنخليه خمسة دقائق نضيف الجبنه الكريميه ونطفي عليه تمام هذه شربت اليوم وحتجهزينا بعد شويه العجينه شيف منيره وحناخذ منك المكونات وكل التفاصيل شيف زينب شو صاير في التوابل تو حندير حنبدا في السمودي وتفكير به شنو هي المقادير بالضبط حنحط فراوله طبعا الفراوله على حسب انت الكميه اللي تبيها على حسب اللون انا ما نقيدش بالحاجات هذه حتى لو عندك كميه بسيطه بس حيعطيك حيعطيك زي ما نقولوا يعني اللون وحيعطيك بنه لكن كل ما تزيدي من كميه يعني الفراوله كل ما تكون احلى بالضبط تقوى النكهه نتاعها حاطين الفراوله شنو حنحطوا معها ثاني حنحط الكريمه لو ما عندناش كريمه شنو ندير كريم شانتي لو ما عندكش الاحلى بالجيلاتي طبعا هي الاساسيه لان علاش نستخدم في الكريم فريش كريم فريش لما تخش للفريز او تقعد في الثلاجه الثلاجه تكون قويه حتكون مصقعه حتعطيك نفس نكهه الجيلاتي بالضبط يعني انت لما بتستخدمي جيلاتي مع فراوله او في الـ او في الـ في الـ العصاير بصفه عامه الاحسن شيء انك انت تستخدمي فانيليا وتنكيها يعني مثلا مش انت مديره فراوله تستخدمي جيلاتي فراوله حتعطي نكهه صحيه زوز فراوله لكن بالفانيليا تكون احلى يعني الفانيليا نفسها هي اللي تنكيها هي اللي تنوعيها حتى لو عندك شوكولاته ما تديريش جيلاتي شوكولاته تحطي الفانيليا والفانيليا تنكيها بالشوكولاته هذه حاجه مهمه يعني بالضبط حاجه ما الناس ما تعرفهاش انا حنضيف لها عصير برتقال مش حموضه طبعا انت ولا فيتامين سي حموضه وفيتامين سي بالضبط وعندنا هي حتى الفراوله نفسها حنضيفها بعدين بالتدريج لما تختر الفريش كريم الفراوله نفسها هي فيها حموضه صح بالضبط بعد اذنك الفه العسل اللي عندي تمام هذا شنو تو اضفتي شيف زينب ضفت لها حليب محلى حليب مركز محلبه بديل الحليب بنقدر نستغنى عليه ولا ضروري ما يكون موجود لا تقدري تستغني يعني. عليه لا تقدري تستغني عليه ما فيش اي مشكله لكن حيعطيك بنه جميله فيها بما انه هو مكثف تقدري تستغني عليه تحطي بداله حتى حليب باودر يعني عادي او حليب مركز يعني الاحسن ان الحليب الباودر تخلطيه في حليب الحكه المركز حيعطيك حتى هو بنه حلوه فهمت حنضيف لها ياغورت طبعا الفرق بين السمودي والميلك شيك اللي هو الياغورت النكهه هذه اللاذعه بتاع الياغورت هي الياغورت يكون طبيعي مش منكه صح بالضبط الياغورت حيكون طبيعي حنضيف لها دايجستر هذه النكهه حتعطيها قوام جدا هذه لمسات جديده توا منك بالضبط نضيف لها دايجستيف مرات نضيف لها في بشكوطي مالح البشكوطي المالح حيعطيها مزيج حلو يعني جدا جدا حاجه جديده انا في سموذي ندير حاجه هديه عاده الملح يوازن النكهه في يوازن النكهه بالضبط في حتى في الحلويات لازم نديروا رشه ملح حتوازن لنا النكهه طبعا احنا حنستخدم الخلاط العصير خلاط التلج هو يضرب التلج وكل ما كانت الفاكهة متاعنا اللي حنستخدموها سواء درناها بالفراولة سمودي سواء بأي فراولة تانية أو فاكهة تانية يكون متلج باش يعطينا القوام المصقع والحلو توا حنخليك تخلطي شيف زينب وحنلقي نظرة أنا عن بعد على الشربة الحلوة اللي طعمها جميل عند شيف منيرة شربة قلت طابت جاهزة شفتي بسرعة الحشوة اللي استخدمتها اللي طيبتها للمعجنة حنضيف الجبنة ونرحيها بست البيت عفوا بمقود هومر فقط ونحصل على أحلى وألذ وأسرع هي كيف تستخدم شوف مو هي ست البيت يعني هومر لو بديل على اللي هو خلاط الشربة العادي اليدوي صح ولا الزوز يعني يمشي تقريبا حالهم مع هومر يعني اكثر لانها هذه سوائل يعني ومخصصه للخلاط العمودي اي العمودي عمليه في الاستخدام اكثر يعني تمام وحنجي توا للمرحله هذا حشو جاهز هي توا المرحله المهمه اللي هي العجينه مرحله العجين مرحله العجل عندي فيها زوز كوب دقيق وبين دقيق اي نوع للدقيق مخصص للحلويات ولا الخبز مخصص للعجين اكيد للخبز وعندي الخميرة عندي السكر عندنا
الحليب والزبده والدحي، حنضيفهم الزبده. قديش مقدارها شيف منير؟ 3 ملاعق من الزبده. نذكر بالمقادير. أيوة. عندي زوز اكواب من الدقيق، عندي 3 ملاعق صغيرات من الزبده، ملعقه صغيره من الخميره، نص ملعقه صغيره من الملح، وملعقه صغيره من السكر، وعندي نص كوب من الحليب الدافي، وعندي بيضه. هذه بس فقط المكونات. طبعا السوائل حنضيفها باحتراز، اللي هي اللي عندي توا الحليب، لان مقدار صغير، فبشويه بشويه نشوف قدره وامتصاص الدقيق للسوائل، يا نزيد حليب يا ننقص فيه على حسب. يعني على حسب يعني ما نصبش الحليب دقيق انواع واحدة. شف منيرة صح؟ نعم دقيق انواع صح، في اللي تشرب السوائل أكيد. في اللي لا اكيد. هذا عارف نضيفه بشويه باش ما نقعدوش حاصلين بعدين. ما ننساش اني نضيف الملح. كميه الملح مهمه في العجينه شف منيرة. اكيد يعني الملح ضفته في الاخير ونعجن ونشوف قوام العجين. تقريبا حتستحق لي بالضبط نص كوب من الدقيق، حتطلع لي عجينه هشه. الحليب مش دافي شيف منير عادي؟ لا حليب دافي، حليب مدفينه يعني. اكيد اكيد ألفة باش نساعد الخميره، يعني بديل الميه استعملنا الحليب الدافي. تقدر تستخدمي احيانا ما يكونش عندي مثلا الحليب، ما نستخدم الميه عادي، نستخدم الميه او نضيف حليب بودره مثلا، ونضيف نص كوب ميه، حتطلع لي فيها هشاشه غير طبيعيه، واللون حيكون ابيض ناصع للعجين. فهذه الطريقة البسيطة في أعداد المعجنات. هذه نعجنها كويس لأن مقدار صغير مش هنشغل على خاطر الماكينة، بإيدي نعجنها. تنعجنها البولة عادي، من تلم العجينة ونعجنها من 5 إلى 7 دقائق عجن، نلمها نغطيها نحطها في مكان دافي تستريح. قداش تقعد شيف منيرة؟ نص ساعة أكيد في درجة حرارة الغرفة بدأت كان الجو دافي، من نص ساعة إلى 40 دقيقة. إذا كان حطيتيها في مكان دافي زيادة حتخمر بسرعة حتى في 20 دقيقة. هو المطبخ ديما أساسا جوه دافي، فمش حتاخذ منا وقت. طبعا الزينة مجهزتيها لنا أنت، بعد شوية حنشوفوها معك شيف منيرة. نعم. وتخليها العجينة تستريح. الشربة تقريبا ما فيش إضافات أخرى، ما تستحقش أي إضافة أخرى. بنكهة الشربة الجبنة في الأخير حتطلع لي يعني الجبنه في الاخير، حتضيف نكهه غير عاديه، ضفتها في الاخير وطفيت على طول مع البروكلي مع المكونات الثانيه، حتطلع لي شربه مميزه فعلا. فهمتي؟ ده العجينه نخلوها توا تستريح ربع ساعه تقريبا، عفوا نص ساعه زي ما قلنا. ايه؟ تستريح نص ساعه الى 40 دقيقه حسب درجه حراره الغرفه. ده اول ما ترتفع يعني حنحول ونفضي المكان هنا لان مش نوسع للعجينه. طب ايوه نوسع للعجينه، نوسع مكان العجينه، والعجينه بعدين نشكلوها زي ما نحبه، ولا ضروري ما تكون الحشوه ما تبانش شيف منيره؟ ضروري عادي الحشوه لو طلعت مثلا بانت ممكن نغسلها شايف في الفرن، ولا تكون مغطيه كلها الحشوه، ولا كيف يعني اشكال زي ما نحبوها احنا، ولا عادي؟ يعني طبعا نظفت المكان وحنجاوبك بتركيز على سؤالك. ايوه نقول لازم التركيز باش نعرف نحطوها عادي الحشوه الثانيه ولا لا. ده هذا يرجع تشكيل العجينه يرجع لذوق ست البيت. تمام. يعني حنشكلها بطريقتي بطريقه سهله. اليوم حابه يكون الطبخ سهل جدا. مرات في رمضان تواجهنا ايامات درجه الحراره فيها مرتفعه، فنفضلوا ان ما نقعدوش في الكوجينه فتره طويله، الفه فتره طويله مع اعداد اطباق تشهينا وترضي ذوقنا في رمضان. فاليوم حنعدها بطريقة سهلة، والحشوة لما تطلع أكيد حتفسدي المنظر العام. يعني شوفي كيف ارتفع، هذه ارتفعت توليها تقريبا نص ساعة. فالحشوة زي ما قلت لك ضروري حافظ عليها وسط وسط العجينة. تنفرد عادي بالشوية دقيق ولا على طول؟ إن هي حسيتها ناعمة. أول شيء أنا حنشتغل على العجين بإيدي من غير إضافات لا دقيق لا حتى حاجة. نقدر نضيف اضافات اذا كنت خايفه انها تلصق منك او تفسد. هي واضحه ناعمه مش من النوعيه اللي بتتلصق يعني. لو لاحظتي انها شوفي كيف تمط معي صح. ناعمه مستريحه ونعمة. وفي نفس الوقت نقدر نشتغل عليها باريحيه وبسهوله. ايه حندير مجموعه. الكميه هذه العجينه تطلع لي قديش حبه تقريبا؟ تقريبا من 8 ل 10 قطع، مقدار صغير.
حنضيف يعني العيلة صغيرونة؟ لا لا صغيرة به، ونغطيهم بنايلو باش ما حنخليهم يستريحوا تاني ولا مش طبقة؟ لا حنشتغل بهم على طول، حنشتغلوا بهم لكن ضروري نغطيهم باش نحتفظ ب بالطراوة القشرة الخارجية، من القشرة من فوق جافة للعجينة زي ما نقولوا بالليبيا باش ما تجلد ليش، ودي لي طبقة وديع الشكل النهائي والمنظر لي اللي درناه. هنخليك تجهزي العجينة شيف منيرة، وحنشوفوا شيف زينب شو نصير معك. طبعا أنا بعد ما سكرت الواحد لقيت الألوان ناقصة فيها، صح، ذكرت أني ناسي أهم مكون. أهم مكون حتى هو هو اللي حيعطيني الطعمة الحلوة وحيعطيني الـ الـ الحلاوة اللي انت تدوري فيها، حلاوة العسل يعني. وعسل عالم النحل، عسل عالم النحل حطينا توا في السموثي اللي جهزتيه لنا شيف زينب. به الكمية مش يعني مش طبعا الكمية اختيارية زي ما قلنا، النكهات على حسب عندك. بالنسبة للحليب المحلى ما تكتريش منه، الياغورت كذلك يعني مجرد حيعطي الساور متاعه أو الحموضية متاعه. بس لكن بالنسبة لباقي المكونات زي الفراولة زي الدايجستف على حسب القوة اللي انت تبيها أو مشاهدينا يبوها في في عصيركم. أنا حنبدأ توا بالخلاط. باهي حنخليك تخلط السموثي شيف زينب. شيف زينب زي ما شفنا خلطة السموثي بالمكونات الحلوة، نشوفه في القوام يعني حلو. وانا تخيلت ان مرات قلت مع البشكوت مرات ما يكونش نفس القوام الاول اللي متعودين عليه، لكن شوفي نفس القوام واضافه حلوه منك كانت البشكوت وجديده على فكره يعني. طبعا هي من غير ان هي حتعطي نكهه حلوه، حتعطي له حتى القوام تاعها، حتلاحظي ان في طعمه غريبه في في العصير نفسه. عندنا طبعا زي ما تشوفي هنا الفه، استخدمت الخلاط متاع التلج او خلاط العصير متاع الهومر، كان ممتاز جدا، اعطاني القوام اللي انا نبي. احسن حاجه فيه انه هو فيه الزر متاع الخدمه التوماتيك، تفتحيه يخدم بروحه. عندنا نحن نقص ونقوي السرعه من غير سرعات مختلفه يعني. بالضبط سرعات مختلفه. عندنا نحن الزر اللي يعطيه دفعه، هذا مش يعني مش اوتوماتيك انك انت بتسكري بتنزليه باش تاخذي الدفعه او القوه، تعطيه قوه انك انت تبيها باش تحرك لك المكونات اللي تكون عالقة في القاع متاع الخلاط. وكل يعني كل شوية ديريها الحركة هذه باش يعطيك مزيج حلو وتطلع لك المكونات حتى اللي في القاع أو اللي في لوطة متاع الخلاط كلها مع بعض يعني. بالضبط حتولي كلها مخلطة مع بعضها. تمام. شوف زينب حتخلي طبعا السموثي توا في الثلاجة تقريبا قديش يقعد ولا نستخدمه عادي على طول؟ طبعا هو الأحسن سموثي انه هو تستخدمه تخدميه على طول، يعني عندنا الفراوله مجمده باش يعطيك القوام اللي شبيه بالياغورت السائل المنكه، يعني يكون ثقيل في نفس الوقت انه هو مصقع، حيعطيك الانتعاش نتاعه. بالضبط يعني يستخدم على طول، نقدر نشربوه منعش خاصه لما يكون الجو سخون وخاصه في رمضان، يعني انتعاش والجو فريش وحلو. شيف منيره بادية في الشغل على عجينة وبادية في الشغل على رواق، يعني شريحة حنحط شريحة من جبنة الجيد، مش حنستحق نحط أي نوع من أنواع الجبن الثانية اللي احنا نعرفوها واللي نحطه فيها ديما في المعجنات. حنلاحظوا بعد ما ندخلوها الكوشة ونطلعوها كيف الجبنة سايحة وكيف طلعت لي، لدرجة أني نشوفي فيها نسكر فيها بأحكام، شوفي كيف تانية باش ما تطلعش كل المكونات. تمام. ومع هذا الجبنة حتسيح وحتطلع من الجناب بشكل داخل باش ما تريحش علينا بشكل جميل جدا، يعني حتطلع لك بشكل ايوه جميل، بالاضافة الى الطعمة اللي حتنفرد بالايد العجينة، يعني نفردها بالايد هذه العجينة سهلة، هذه العجينة يا ألفة أنا معتمدتها في مطبخي سهلة جدا وسريعة وتمط معاي ونشكلها، ما تحتاجش أي حاجة، ما تحتاجش شيء مجهود وتشكليها كيف ما تحبي، يعني إذا نستخدمها شيف منيرة العجينة هذه لأي حاجة أخرى مثلا زي بيتزا، ممكن نبولها مثلا فيها إضافات زي البيض وهيكي طبعا، ولا البيتزا المعجنات بس ما فيهاش الإضافات، هي بتاع
في ناس تحب تضيف اضافات زياده، لكن انا شخصيا نفس العجينه يعني اكثر من حاجه تستخدميها في المعجنات الثانيه، يعني انواع من الخبز المحشي، تشكيلات مختلفه، حشوات مختلفه، هذه معتمدتها في الانواع هذه من المعجنات. شوفي انا حنسكر كويس وحنستمر بالخدمه بنفس الطريقه والشغل بنفس الطريقه لنكمل كل المقدار، وحندهن بعدين ب دحيه بشويه مخلطه صفر بيض مخلطه بخل وحنرش عليها حسب الذوق. طبعا يرجع لك عزيزتي يا كمون اسعد الجنجلان او زعتر، وحنخلي مسافه صغيره بس بين كل حبه والثانيه، وندخلها بدرجه حراره كوشه 200 درجه لمده 20 دقيقه بس. يسلم كيف منيرة، وحنخليك تكملي بقية العجينة، وحنخلي أيضا شيف زينب تجهز لنا الحاجات الحلوة، وحنرجع لهم بعد الفاصل. مرحبتين بكل مشاهدي سلام، ورجعنا مرة أخرى مع أطباقنا الختامية والشكل النهائي، وإن شاء الله بس تكونوا سجلتوا كل المقادير بالتفصيل باش تكون عندكم الأطباق زي ما تشوفوا فيها توا بالشكل الحلو، أو سجلتوها فيديو حتى تقدروا تشاهدوها وتتفرجوا عليها بالتفصيل في المطبخ أمتى ما تبوا تجهزوها براحتكم وتشوفوا كل المقادير باش ما يفوتكم ولا حاجة. مع شيف منيرة والشيف زينب أكيد في كل حلقة حتلقوا حاجات جديدة، زي اليوم جهزت لنا الشيف منيرة زي ما نشوفوا شربة روعة كلها قيمة غذائية، وأنا عن نفسي حنجربها لأن فيها لمسة جديدة من البشكوتي اللي درتيها شيف زينب. شيف منيرة وشيف زينب يسلموا يديكم على الأطباق الشهية والأشكال الروعة، جربوها ومش حتندموا. ملتقانا إن شاء الله في حلقة جديدة عبر قناة سلام من شيفات ليبيا، إلى اللقاء.